يعني لما قلتي لي كان الكوتش تبعك أكتر يساعدك، لوجستيا كيف كانت مأمنت لك الأمور؟ كان كل شيء مأمن ولا تعذبتي؟ لوجستيا من أي ناحية؟ يعني النوادي اللي تدربت فيها كانوا قريبين عليك، كان في حدا بيأمن لك مكان إقامة أو تنقل ربما، ما بعرف اللي بيتدربوا بيكون هالتسهيلات مأمنة ولا كيف؟ هلأ برا إيه، بلبنان لا، عم بحكي على لبنان، أنت عايشة بلبنان. I worked so hard، كنت كل يوم أدي على الطرقات 8 ساعات، انزل بشري على الدورة تأتمرن بالبيس، أرجع عشية أطلع بشري اتمرن ساعة ساعتين اوقات، وايام مثلا انا كنت بالجامعة بطرابلس، انزل من بشري على طرابلس على الدورة ارجع اطلع بشري. So it was exhausting، ضليت هيك عشي 4 سنين. وبعدين eventually اخذت بيت حد الجيم تبعي من معاشي اللي عم بشتغل فيه.